أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال. يسرنا ويسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي بالأستاذ المناضل إبراهيم محمود صالح قدم. أستاذ إبراهيم سنذهب معه في هذه الرحلة التي عنوانها ملامح في الذاكرة الإريترية، الزمان والمكان وما بينهما. أسعد الله صباحك أستاذ إبراهيم. أسعد الله صباحك أستاذ إبراهيم. يسرنا في هذه الرحلة وفي مقدمتها أن نبدأ بالنشأة، بتاريخ الميلاد، ببطاقة الهوية في أشملها من محطات الأسرة، الإخوان، الأخوات، المنطقة التي ولدتم فيها وترعرعتم، ومنها سنبحر في هذه الرحلة إلى محطات أخرى إن شاء الله. وشكراً وشكر أجزل لأدال ولسلام ميديا في إتاحة الفرصة هذه للإعطاء لمحة بسيطة في تاريخ نضال الشعب الإريتري، واللي دوري أنا فيه يعتبر نقطة يعني، وإن شاء الله يعني. اسمي إبراهيم محمود صالح قدم كما قدمت أنت، ووالدتي اسمها مشعودة إبراهيم راكي، وده في المنطقة بتاعت سمهر وعشومة بالتحديد، يقول كده اللي مسعودة هي مشعودة يعني. وأنا بالضبط تاريخ ميلادي ما بعرفه لأنه ما كان في اللي يسجل، لكن من سمعته من أبناء عمه واسمه أنه أنا من المواليد بعد نهاية الحرب العالمية، واللي هي بعد 41، فممكن يكون 43، ممكن يكون 44، واختياري لـ 44 كان لأنه الدفعات اللي درست معاها واللي يسجلوا عندهم تاريخ ميلاد مسجل كانوا بهذا الاسم يعني، لكن ده ما مقياس لأنه ممكن أكون أكبر منهم وأكون أصغر منهم يعني حسب الاسم يعني. وأنا اتولدت في أمات كلات اللي هي 6 كيلو من مدينة قندع. الاسم نطقته بشكل أنا ما كنت بسمعه قبل كده. أيوة، هما الناس دلوقتي يقول أمبات كلات أو أمبات كلا، أيوة. ونسهم يقولوا أمبات كلا، لكن الناس اللي أصحاب الأرض دي يسموها أمبات كلات. كلات يعني اللي هو الطين اللي تعمل منه الجبان وتعمل الطمي. منه أيوة طمي، بس الاسم يعني. وطبعا الأسماء نفسها مستمرة، مثلا في محابار أنا أهل المنطقة يسموها محابار، وبدلوقت اسمها ماي حبار، لكن أصلا هي ملتقى طرق من دع لي، وانت ماشي دك محارية تجي من نفاسي تجي من عالة، فالاسم دلوقتي ما أنا أعمل فيه اسمي. والحقيقة أنا مرات يكون صعب علي أن أقول أنا من مواليد ما تكلات، لأنه كرن كان في كرن لغاية آخر لحظة يعني. بعدين الزراعة لما يمشي الموسم بتاعة الزراعة في منطقة عشومة، والد كان يأخذنا وعندنا بيت في أمات كلات وهناك ولدت يعني. يعني رحلتكم كانت بين كرن بين كرن يعني رحلة الشتاء والصيف يعني. رحلة الشتاء والصيف. نحن أصلا من منطقة عشومة، و في
منطقة اسمها مساناي، والمزارع بتاعنا في منطقة اسمها مندد. ولكن باعتبار أنه السكة حديد بدأت من مسوع وتمشي لغاية أغردات، كثير من الناس اللي اشتغلوا في السكة حديد كانوا من أبناء المنطقة دي. يعني عندكم علاقة بالسكة حديد؟ بالسم الحديد يعني. فأنا والدي من الأول هو صغير مشى لأخوه اللي هو محمد قدوف، ومعاه أخوه الأصغر عثمان، والاثنين كانوا في ساكنين في حزحز، هو عسكري بتاع الطليان وهم لسه صغار. هو لما مشى طرابلس أو ليبيا هم كان يمنعهم هو أنه يمشي الجيش الإيطالي. مين فيهم؟ عمي محمد الكبير كان ما يسمح لهم يعني أنه يمشي للجيش الإيطالي. هو لما مشى طرابلس أو ليبيا عم عثمان التحق بالبوليس الإيطالي أو ما يعرف بالكاربانييري أو في إريتريا بيسموهم كرمانجيري. كرمانجيري لو ترجمناها بالعربي جندرمة يعني عسكر. ووالدي ما مشى الجيش، مشى سكة حديد. يعني أنتم مرتبطين بالزراعة، سكة حديد، الجيش الإيطالي، بالبوليس. بوليس كل ال. فوالدي اشتغل في السكة حديد وكان مساعد سواق. أيوة في القطارات السودة دي اللي تأكل الفحم. أيوة. عشان الموية والاسمية. فكان يشتغل فيها، والشغلة دي اسمها بالإيطالي فوغيستا. فوق هو الموية التقلية يعني. أيوة. وهو مهمته أنه الاثنين هما مساعدين للسواق، مكنيستا هو المسؤول من السواقة. حصل شهادة الوالد هو؟ لا لا لكن شاهدت بعدين ابن عمي، ومشيت في رحلة معاه، ركبت في القطر الأسود من قندع لأسمرة يعني. فالقطر حسب ما عرفت أنا من بعدين من عمي أنه في سنة 1920 وصل القديب لكرن وحيستمر لغاية أغردات، ومن أغردات طبعاً المحطات لغاية مقرايب موجودة. أيوة. كانت اتعملت الردميات والمحطات اللي هي قطاطي من الإسمنت، القطاطي اللي بنشوفها إحنا في الطريق بتاع أيوة في كرن لغاية أيوة بلد. لكن ذاته من أغردات لما تطلع اتجاه كعلاي ومنه لدلو اسمه لكوفيت ومنطقة الدهب دي اللي في بيشا. ايوه قديم مر من هناك لغايه مقرايب، ما يوصل لغايه تسني. لا لا ما وصل لانه الجبال بتاعت الحاجز اللي كان فيه جبال، منها لو عديت بالاتجاه الثاني تمشي قفاته، من هنا القدين ومن هنا بلقاي وبيتهامة. أيوة. وعلى طول هتخش تقطع جبل ثاني تلقى نفسك في اسمها شنو دي أديبرة، من أديبرة كسلة. لكن طبعا جت الحرب وما قدروا يواصلوا الإيطاليين في السميدي وانتهت. فوالدي في كرن نزل من القطر، في كرن نزل من القطر وتحول من عامل في اسمه إلى فلاح. طيب مع الوصف اللي وصفناه برضو أيضا دلوقتي من مهني في عمل شبه مرتبط بالحديد وبالنار ينتقل الى الى الاصل الى الاصل بتاعه. فمشوا بيت بنوا في ربو عاليه في كرن في منطقه اسمها حشله، هو وعم بلاد تسفاف الاثنين من نفس من سمهر. وكرن دي ما كانت الوسط بتاع كرن ده كله ما كان موجود. بعد كده مزرعة مشوا لحقات نزلوا أيوة في حقات. أيوة. من
من المسؤولين تاع القبيلة، وأظن قبيلة عشبوت هم من البلين، وعمي محمد كان في أول هو اللي جاء، ودين أخوان محمود جاء أدوهم مزارع يزرعوا في المزارع دي عيش دخن اسمه، ودي أنا اللي حكت بيها كمان. طيب في الرحلة دي أستاذ إبراهيم سمعتك أنك تقول كنت جزء من الأسرة كان موجودين في منطقة تاعت أسمرة. أيوة. ما هي أساساً. وأنت علاقتك كيف في الرحلة دي كلها؟ أنت وين كنت تمشي بتجي؟ أنا لا أنا وزي ما أقول لك كنا بنمشي أولاً زيادة أكثر من أي واحد، كنا نمشي لأبناء خالتي. أيوة. موجودين في منطقة اسمها مبادرهو. مبادرهو. أيوة سكة محطة السكة حديد، وهم كانوا يشتغلوا في السكة حديد. في مدخل لأسمرة. قبل أيوة هي. أيوة. في النص تقدر تقول بين أسمرة وكرم. ودي المنطقة اللي اغتالوا فيها الشيخ نصر الدين عثمان اللي بعدين في الدفن بتاعته حصلت المعركة. للمشاهد وللتاريخ مين هو؟ هو من قيادات الرابطة الإسلامية. أيوة. وكان مسؤول محطة أو كابو ترينو يسموه كابو ستاسيوني، كان كابو ستاسيوني بتاعت مبادرهو. الشفتة جو وقت المغربية وهو يسل قتلوه يعني. هل الشفتة هنا لغرض سياسي أم غرض؟ أيوة لغرض سياسي، لأن هم حبرة أمة، هو رابطة. أيوة. هو رابطة وهم قيادات الرابطة هو. أيوة. وهم وقتها أي اسمه من الزعامات أو من الناس اللي يشوفوا أنه حيأثروا في الاسمه كانوا بيقتالوهم يعني. هل دي كانت بادرة مستمرة ولا بادرة جديدة؟ لا هي اغتيالات كانت. الشفتة كانوا بيقتالوا العناصر اللي يحسوا انه يعني يهددوا او يشكل عليهم خطر يعني. أيوة. فدي المنطقة اللي كنا بنجيها كل مرة لان ابن خالتي كان موجود هناك. وهنا هرجع بك لكرن. أنا في كرن بيتنا في حشلة، وبدأت الخلوة مع شيخ أم عبد الله اسمه جيراننا. كان عمرك كم وبقيت حسن؟ والله عمري ما بعرف دلوقتي. لا معناها كم سنة؟ قول أنت 5 سنوات اسمه. فصغير يودوك هناك. السبب انه حردد معك الزمن دائما لانه احنا مرتبطين بالمكان والزمان، واحنا بنحاول نوصل الصوره للمستمع وال ايوه. فشيخ ام عبد الله فيها بمشي قران اسمه. والدي الله يرحمه مشى على الدقيح عشان ايه؟ عشان نشوف اخوه اللي كان في المحكمه في على الدقيح. أخوه كان عمي. ايوه عمي كان بموظف ايوه موظف في المحكمه اللي كان اصلا في الكرمنجير ولا في البوليس الايطالي بعد ما الايطاليين مشوا هو ووظفوه في المحكمه وكان في عد غيح. معناها بنتكلم من نهايه الخمسينات بدايه الستينات. ايوه بس بعد اسمه بتاعت الايطاليين تقريبا هو. أيوة. ما في كرمنجير وجهوه للسلك بتاعت القضاء يعني في عند قيه. انا ابن عم كلهم يتكلموا ساهو الكبار. انتوا تتكلموا تجري اصلا؟ نحن نتكلم تجري لكن ديل هناك كانوا لانه المنطقه كلها ساهو وتجرينيه هي معروف عن المنطقه دي يعني من بتكلا قندع لغايه. أيوة. ما تصل الضواحي دي الثلاث لغات. أيوة. يعني موجودة صح كلامك والتجري ولا ساهو والساهو. ايوه فوالدي مشى هناك ومرض في عبد الغيح وتوفى في عبد الغيح. الوالد توفى في عبد الغيح. القبر في عبد الغيح. ايوه دفنوه هناك في عبد الغيح وانا وامه من كرنجينا في عبد الغيح. بعد فتره الاسميه بتاعت والدتي رجعت كرن. معناها انت في وجدانك بتكلا قنداع عدقيح أسمرة كرن حجاز بترجع
ده وجدانك كإنسان؟ لا أيوة تشكل من ده كله. ففي عالدقيح تعرف سهو شوية كلمات؟ لا السهو دي بعدين مع الجبهة اللي حاولت فيه برضو. أما الفترة دي أنا عم عثمان دخلني المدرسة. أيوة وقبل المدرسة دخلت طلعت من الخلوة. أيوة خلوة كرن دي خليها في عالدقيح. دخلني خلوة في شيخة فاطمة اسمها برضه شيخة فاطمة. أيوة جيران هي يعني من بيته ما بعيدة. لا معلش عايز أفهم من هنا. شيخة أيوة بتدرس قرآن. قرآن أيوة عندها خلوة. عندها خلوة. خلوة نجي هناك وفي اسميت هي حافظة القرآن يعني ما شاء الله. ف ده في المساء. كانوا أنتوا أولاد وبنات معناها في يمكن راح والله دلوقتي ما أتذكر. ما تتذكر؟ ما أتذكر لكن لا أنا سعيد جدا أن أسمع الشيخة هي بتدرس. أيوة أتوقعتها احتمال يكون موجود أكيد. طبعا أكيد. لكن أكيد. وقتها ذات دواعي مبكر. دواعي مبكر وثقافة متقدمة. أيوة بعدين دخلون المدرسة. المدرسة أمشي الصباح وفي المساء أمشي للشيخة بتاعت معنى حسن. أنت عمرك 6 سنين؟ أيوة تقريبا 6 سنوات. أيوة وتتذكر مدرسين طلبة في الفترة دي؟ أيوة واحد من المدرسين اللي اتذكر أستاذ منصور إبراهيم منصور من كرن كان. أيوة ويمكن الأستاذ محمود هيابو. محمود هيابو اسمه. أيوة أيوة دي أسماء مقترنة بكرن وقاعدين نتكلم عن الدغيح. أيوة ومدرسين أصلا كانوا أغلبهم من كرن يعني في معناه ظاهرة طبيعية في إريتريا المدرسين البوليس السكة حديد ديل يتحركوا بين إريتريا ويخلقوا أو يأسسوا للنسيج الاجتماعي. أيوة ففي المدرسة كان عندنا العلوم بالعربي هي المدرسة. أيوة وفي صفتة يمشي اللي يدرس بالتجرينيا. أيوة ونحن كنا بندرس بالعربي ولغة عربية وتجرينيا كلغة وحساب وجغرافيا وتاريخ يعني حاجات بسيطة. أنا عايز أؤكد على حاجة هنا يعني ثنائية اللغة دي في تطور ما في أثناء الاستعمار والانتداب البريطاني وال أيوة البريطانيين هم اللي ثبتوا المسألة هذه في أنه الناس باللغتين يعني كثنائية. أيوة وفي عندنا حصص بتاعت أعمال يدوية. أيوة والمنسج ما أعلى ما يسمونه. أيوة أو كمان اللي يعملوا ينسجوا بس ما في المنسج بالإيد اللي هو تعمل زي تريكو اللي يقول عليهم تريكو. لا لا زي بطاطين وجو. أيوة. يسموه وجو. وجو أيوة من الصوف يجيبوا هم الصوف. أيوة. نحن الصوف ده نعمل اسمه أول الخيوط اسمه وبعدين نبدأ. وفي كان عندكم علاقة بالألوان في الفترة دي؟ لا لا ما بترسم ما يعني. في هو أصلا أسود هو اللي أسود وأبيض يعني. أسود هو تقريبا اسمه. في الفخار كان موجود الطين تتعلموه في الفترة دي؟ لا ما كان عندنا الفخار تقريبا كان في مدرسة البنات مدارس البنات. أيوة. وده تريكو والاسمين في البنات كان موجود. 3 شهور درست في المدرسة دي بقى الترمين الأول بعدين خلاص أنا قلت لعمي أنا حمشي لوالدتي. قاعدين نتكلم عن الابتدائي دلوقتي الدقيح. أيوة. أيوة وقلت له عمي أنا ما أقدر حمشي لأمي. شكرا هنا. أيوة أيوة لأمي ذات ميصف للكو قلت له عاوز أمشي. خلاص ودوه كرن. ودوني كرن. أوكي كرن كان الفترة الترمينين موجودين. ابن عمي أدم قدوف كان هناك لما جيت تدخل المدرسة قال أيوة قلت له خلاص يعني كلم أستاذ بشير خليفة محمود كان وقتها كان ناظر الأولية لكن بعدين بقى ضابط التعليم. ضابط التعليم. أيوة في كرن كلها. SDO اللي يقول عليه. لا لا بتاع التعليم مفتش تعليم يعني. مفتش تعليم. مفتش أوكي. تعليم. أوكي. فأستاذ بشير أنا جيت في الابتدائي
جيت مع أولاد عم سفاف سعيد وعلي وسالح كانوا يدرسوا في قبل داخلين المدرسة. جيت أستاذ بشير كتب لي ورقة رسالة ونده لي علي سفاف قال علي وديهم المدرسة الابتدائية سنة أولى ما كان مع المدرسة الابتدائية كان وراء الفورتو بتاعت كرن. هنا عايزك توضح لي المدارس اللي كانت موجودة في كرن حسو سمعنا أيوة. أن كرن كانت فيها مدارس داخلة كثيرة زي أيوة. في المدرسة الابتدائية اللي نحن بدأنا فيها في جنبها مسافة 500 متر منها مدرسة الوسطى أيوة. وبعدين وراء الفورتو كان في الابتدائي سنة أولى بس أيوة. سنة ثانية تجي للمدرسة ديك أيوة. عشان الفصول يعمل لهم اسميه طيب دي مدارس حكومية أيوة وفي مدرسة البنات بنفسه من المستشفى بتاع كرن وانت ماشي على قردات أيوة في مدرسة البنات ديل المدارس الحكومية في مدارس الإيطاليين طبعا دابادري في كرن العلاي وبعدين مدرسة تانية اللي كان دابادري أيوة. أيوة اللي هو أيوة. بتاع اللاهوت بتاع أيوة. الكاثوليك هو أيوة. في مدرسة تانية اللي يدرسوا فيها الكل ودي كانت في جنب الكوماساريات بتاعت كرن أول لما تقول الكل يدرسوا فيها مين الكل دي؟ كل مسلمين على مسيحيين قاعدين نتكلم على ثنائية حسا أيوة في الإيطاليين دي يدخلوا اللي عاوز أولادي يتعلموا دي المدارس الإيطالية أيوة. مسموح للمسلمين أيوة. يدرسوا فيها وفي مدارس بتاعت البروتستانت البروسان مع الكاثوليك مع أيوة. المدرسة الحكومية أيوة. الإسلام ما كان الجمعية لا الجامعة. في وقتنا ما كان في اسمه لكن في دروس موجودة الخلوة الخلوة خلاوة دي في أيوة. كل كرن أيوة. أيوة. لكن في الجامعة كان في مدارس في الجامع الكبار أيوة. ديل كانوا بيمشي يأخذ الدروس بعد العصر يعني أيوة درس العصر أيوة بعد العصر لغاية المغرب يكون في دروس ده عايز أعكسه للمشاهد والبيراقب تاريخ تطور التعليم في المنطقة دي أنه هناك في تعدد تلعت مدارس والمناهج كانت بتدرس شنو بشكل أساسي هو أيوه هو المدارس في الابتدائي أصلاً معروف اللغة اللي هي العرب نحن كنا في الابتدائي زي ما قلت لك لما كتب لي أستاذ بشير الرسالة وقال لي لعل وديه للمدرسة ومعانا أخوه سعيد أيوة. سعيد ده كان يغيب كثير يغيب فقال له سعيد كمان تأخذه معاك أيوة نسينا مدرسة يمكن حوالي كيلو متر اسمه المسافة بعدين ليه هات مدرسة قال لي خلاص أنا وقفت قلت له أنا ما حمشي يقيسنا ليه قل لي قال لي كان الأستاذ يقول لك لسعيد أضربه يضربه أيوة ما أعرف عربي لكن أيوة. دي عرفتها أيوة لا قال لي مش قال لك يكون يقول لي أيوة. مش ليك أنت لسعيد هو أيوة وسعيد ماشي أيوة مشينا دخلنا الفصل أستاذ الفصل كان أستاذ عبد النور عمر أوكي كان ناظر ولا مدرس؟ لا ما ابتدائي هم بس أوكي. فيها أولى آ وأولى باء أوكي فأستاذ عبد النور كان أولى آ وأنا دخلونا في أولى آ أيوة ومعاه مع أستاذ شعبان اسمه صومالي 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 أيوة وإلى أستاذ عبد النور لقيت دي المرحلة الابتدائية أيوة الابتدائية لقيت ناس اللي بعرفهم زي في من زملائي اللي كانوا في بعدين معاي واصلوا صالح علي عمر اخوه لخليل علي عمر خليل علي عمر اللي في الكويت توفى أيوة. حسن أيوة. وعمر نبراي ده زميلي كل السنوات مع بعض ايوه ودنوس باهو ابن عمه لي عامر عامر باهو ايوه عامر ذاته أيوة. صغير هو بس أيوة. يجي معاه ومحمد خالد باخشب وأخوه هشام باخشب أيوة. ومحمد سعيد باشميل أخوه لي حسن أيوة. في الـ كرن معناها كانت مزيج
من الكل بين الحضارمة والصوماليين والسودانيين وحتى من المجتمع الإريتري متداخل من نسيج اجتماعي متعدد يعني. أيوة ففي بعد ما خلصت الحصة قال لنا فسحة تطلعوا. أيوة. ولما طلعنا ما خلانا نمشي قال لنا أمسكوا عملوا دائرة أستاذ. أيوة. عبد النور. أيوة. أستاذ عبد النور داخل الدائرة ومعه سعيد سفاف. سعيد. وهات يا درب لسعيد. ليه؟ ما كان يغيب. يغيب من ال. من الدراسة. أيوة. بدون سبب. أيوة. أيوة. المهم أداه علقة أستاذ عبد النور كان معروف إنه هو يضرب. يضرب بمعنى شنو يعني؟ بمعنى إنه قاعد يعذب الناس ولا قاعد لا 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 هو عشان يأدب يعني. التدريب تربية. أيوة تربية. أيوة. هي أصلاً. أيوة. education. أيوة. أيوة. قلت تجربة صعبة دلوقت من البداية فيها. فيها طريف. ترب. وأنا خواف يعني. أوكي. المهم خلصنا سنة أولى اللي هو بعدين مشينا للمدرسة الكبيرة الابتدائي دايرين نتجاوز المرحلة بتاعت الابتدائي. أيوة. للمرحلة اللي بعدها. أيوة. في مدرسة الابتدائي كان الناظر بتاعنا نور أول كان عبد القادر إبراهيم اسمه. أيوة. بعدين هو تغير جاء الأستاذ نور أحمد سرق برهان. أيوة. وأستاذ الفصل بتاعتي كان أستاذ محمد آدم قليواي. 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 وأتذكر من المدرسين اللي فعلاً كنت اسميه أستاذ هداد كنتيباي من ناس نقفة. أيوة. مدرس رياضيات كان وكنت بحب الرياضيات أنا وقتها. تحب الرياضيات. أيوة. أيوة. فمن هنا ده اللي خلاك تستمر لغاية ما تبقى مهندس. نحن أولى من أولى لرابعة نحن بس مسلمين. أنا حس لقيت ناس شاكين جو محمود شاكين. شاكين ما درسوا الصف الأول. محمود. أيوه. أيوة. درسوا دخلوا الثاني لأنه خلصوا القرآن يعني ختموا. ختموا جو. أيوه. أيوة. عندهم لغة عربية كويسة عندهم. أوكي. اسمين. أوكي. أنا كل قراءاتي من المشايخ بتاعتي اللي قلت لك بدأت في عدقية ولا في كرن آخر سورة وصلت والنازعات يعني. والنازعات. أيوة. بعد كده ما واصلتها. الإجازة نصها أمشي لقندع أو بادره أو أسمرة ونصها حاول. الخلاوي كانت تعتمد في الأساس على جزء عام معناه. أيوة بس جزء عام منه ما فت أنا. أوكي. أوكي. فكان طيب الفرق ظاهر أنه اللي درسوا القرآن ديل في اللغة العربية كانوا كويسين جدا يعني. ذكرت المسيحيين. ليه ذكرتهم في اللحظة دي؟ أيوة مع نحن لغاية الرابع لوحدنا. أيوة. ندرس تقرينيا كلغة وكان في صف تاني أو نهر تاني فيه المسيحيين في نفس المدرسة. مدرسة المدرسة. أيوة. نحن كان مثلا ثلاثة فصول. أيوة. آ وبا وجيم وبعدين في فصل تاعت مسيحيين. أيوة. وعندهم نازل لوحده. نازل. أيوة للصف الرابع يعني. أيوة. في الصف الخامس نجي مع بعض. معناها المدرسة إطارها ست سنين مش كده؟ لا لا أربع سنوات. أربع سنوات. أربع سنوات. كيف تلتقوا في الصف الخامس؟ معناها الوسط المرحلة الوسطى. الوسطى حنبدأ. أيوة. أيوة. يدمجوا دي. فمعناها تنتقل من الأربع فصول يصفوا صفين. أيوة. أوكي. في الوسطى نكون اثنين صفين يعني. أيوة. فناشيد دبروم وطلوق وساميل دانيل موجود زميلنا في ديل كلهم كانوا معاك في الوسط. أيوة ديل التقينا في الخامس. طيب أنا حاسة يعني هأوقف الحلقة دي في أنه تولدت وين وعرفنا أنك تولدت في شرق أو نقول شرق إريتريا وجيت لغرب إريتريا وبينهم كان أسمرة موجودة في تعدد في مراحل تطورك درست في عد قيح مرحلة وبعدين وصلت لكرن الابتدائي. فمن هذه النقطة فاصل ونواصل إلى أن نلتقي في المرحلة القادمة لدراسة الأستاذ إبراهيم في المرحلة الوسطى. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. في سنة 56 جانا مدرس أمحرنيا وقفوا تقرينيا.
الوضع السياسي كان كيف في هذه المرحلة؟ أيوة الوضع السياسي كان برضو ملتهب. مدارس الإعدادية لغاية الصف الثامن ديل كلهم يشاركوا في الزهرة. خلاص بلدنا بقت أوكي حقنا. أيوة من قسنواي، لكن إيش علاقته به؟ لا بس عشان مشى هيلة سلاسي كلمتها قلت لها أنا حمشي عسب، إذا كان ما خدوني في عسب حمشي أديش.